صدق أو لا تصدق، في سنة 1987 المواطن الأمريكي ستيف ويرستين اشترى تذكرة ذهبية من شركة الخطوط الجوية الأمريكية سعرها 250,000 دولار، تسمح له بالسفر على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية الأمريكية مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى تذكرة مرافق معه سعرها 150,000 دولار. المهم ستيف هذا حجز في أكثر من 10,000 رحلة، في بعض الأحيان كان يسافر ليأكل سندوتش في مطعم معين أو ليحضر مباراة، وكان أحيانا يسافر مع مشردين ليعدهم لبلدانهم، أو لو كان متضايق يحجز مقعد المرافق لشخص غير حقيقي ليكون المكان بجانبه فاضي خلال الرحلة، ولو كان يشعر بالملل يحجز ولا يسافر. وكان ابنه يحضر كل المناسبات الرياضية في كل مكان في العالم، وكان أحيانا يسافر إلى كندا صباحا ليشتري من كندا وجبة لزوجته تحبها ثمنها 50 دولارا فقط، ويحضرها ويرجع قبل الغداء ويقول لها أنا ذهبت الصباح بسرعة لكندا ورجعت. وفي شهر يوليو سنة 2004 فقد سافر ل 15 بلد، وكان دائما يقول أنا أستطيع أن أذهب لأي مكان في أي وقت، وكل الذي علي عمله أني أحضر حقيبة ملابسي وأتجه للمطار. حتى سنة 2008 فقط، أي حوالي 20 سنة، ستيف كان قد سافر 10,000 مرة، سافر فيها 10 مليون ميل، حصل على 40 مليون نقطة طيران، سافر 500 مرة لإنجلترا، سافر 70 مرة لأستراليا، سافر 120 مرة لطوكيو، كلف الخطوط الجوية الأمريكية 21 مليون دولار خسائر. فكان ردة فعل الشركة إنها عزمت على أن توقف له تذكرته الذهبية بأي طريقة. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 جاء للمطار ليسافر بصحبة صديق له كالعادة، فوجد رجال الأمن يوقفوه في المطار ويبلغوه إن تذكرته أصبحت غير سارية. وهذه كانت الصدمة الكبيرة لستيف، والتي بسببها رجع لبيته مصدوم ولم ينم لعدة أيام، ولكنه عزم على أن يرفع قضية على الخطوط الجوية الأمريكية. وكانت شكوى أن أمريكا بلد الحرية والعدالة والديمقراطية، وأن الخطوط الجوية الأمريكية دمرت حياته حيث أبعدته عن هوايته المفضلة وهي السفر. وبالفعل بعد رفع الدعوى القضائية ضد الشركة بسبب قيامها بالإخلال بوعودها ومصداقيتها، وطلبوا تعويض من الشركة عن حالة الحزن التي تسببت بها له، كسب القضية وحصل على تعويض 3 مليون دولار بالإضافة إلى إعادة تذكرته المجانية التي تعتبر فعالة مدى الحياة. وشكرا للاستماع.